نيلي، هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطيناها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا، ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي. طب خلاص خلاص، ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى الكلمه بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. اوكي. افكار مختلطه. افكار مختلطه. ايوه. فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر. افكار مختلطه. خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه، في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. بعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال. انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنه 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص. يا ريت يا ريت. حرف جر، في حكايه، قصه، سارق السفن، قرصان. قرصان. يبقى في قصه حفيد القرصان. الحل في قصه حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه. ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب. هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها الشريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليس ومعنى. انهم ليس ومعنى. انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنى. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. ما هذا المكان القديم؟ اريد ان ارجع الى بيتي. حقا؟ حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز كبير، فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه.
سيف الجاكيت ده كنزو. واو اول ده الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني حاجه تيجي في دماغك دلوقتي. خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني فعليكوا ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب انا عندي فكرة. مش انتوا عندكوا شركة شحن؟ اه. في مركب عندكوا اسمها البطة الشقية؟ سيف ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة. اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا تلات مراكب. الدلوعة، فلافيلو، واللي غير قد دي كان اسمها الذبابه الملعونه. الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي؟ تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكيه. حكايه صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش انا زهقت خلاص وعايزه امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزه اروح البيت عند صباح وشريهان واقعد في بيتهم. انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما اقولش حاجه. انا اسف بس انا نو واي اروح ابات عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابات عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفة هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى. ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمة. اقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجلة وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية. اكيد يعني مش هتهرب وتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبلة يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس واحدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكاية ده. هاي شريهان حبيبتي عاملة ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبتلك معايا ايه؟ الله الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها كانت بتجيبلي الشبح. سبحان الله لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش. عملت لها شوربه ما شربتش. حطيت لها فول ما فولتش. جبت لها دورة ولب خشابي ما أزقزتش. وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. إيه؟ آه عارفاه. مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعرية بالسكر. وأنت إيه؟ حد قالك ان انا يا روح امك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا وقت تهز كتفك وتغور من هنا. الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكلهم يا ولد. قوم ياد وريني عرض كتفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك. حد قالك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش السمعدان. انت غور من هنا كتكدايه. شوشو هرنلك تكلميني. انت جايبه هنا من الهدايه دايما كده على بطنه على بطنه. كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح. خدي عينك فيه. هاتي المجلة بقى عشان أحل الكلمات المتقاطعة. على فكرة أنا أوريدي حليت الكلمات المتقاطعة. حليتي الكلمات المتقاطعة؟ يعني أنتِ ما رحتيش تجيبي حاجة بقى زي ما قلت؟ لا والله بس أنا كنت قاعدة في العربية زهقانة يعني وأنتِ عارفة سيف بيفضل ساكت فقلت أتسلى. طب هاتي المجلة؟ أنا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعة
ولقيت ان الحل في ستوري في المجلة اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجة ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربية، كان في اشارة زحمة قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعة دي؟ طب صدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قوليلي. لا بقولك بليز، هقولك ايه تاني؟ قوليلي لو سمحتش. لو سمحتش. ماشي. فلايت كان اداني فلاشية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. المهم الفلاشية دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد، العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركة. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفة بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشية في السلسلة. الفلاشية والسلسلة في نفس الجملة؟ حرام عليك يا شريهان. انا هقوم اجيب الفلاشية. انا كمان هقوم اجيب اللابتوب. يلا. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل 3 ولا 3 قبل 2؟ معروفة ان الثلاثة اكبر من الاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32 فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش اتس 32، فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شوية. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجلة من بره. اوكي. انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم تفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجلة. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يعني اللي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا الفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل، احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادرة تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟
ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايب لنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشة في أفلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عمالة تقولي أفلام. هاتي يلا، احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعة وانت تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت انت، انا مش ناقصة تفاهة وهيافة. هاتي المجلة بدل ما خليك انت قطعة. لا انت هبلة بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو ما سكتيش هتعمليني ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجلة بدل ما اديك على وشك. لا 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 انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ما انت تنسيق يا اخي، عيب. لا ولا ما تكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك فاضل كتير. اهلا العم دهب. اهلا اهلا العم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله، سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد بكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، أنا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، أبقى أنا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح، انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا بنات عشان احنا ها ما انتوا عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلمات المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مازن؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى، انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول، لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سما بود. مع السلامه عوده. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح، اقفل انت بقى. والسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه، وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه. كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظف البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه. لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته.
انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا هاجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساء الفل يا مالك. مساء الفل يا ضاحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ انا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ انت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك. يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه. وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول اتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي. وسعادتك عارف من هو ضاحي. ما أنا عشان عارف من هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي مفيش غيرهم.